اولا بعدا نقدم لكم راسي عبد الواحد ابو القاسم، سن 30 سنه، مستوى الدراسي حاصل على الاجازه في القانون الخاص جامعه القاضي عياض، وحاليا كنمارسوا التجاره. بالنسبه للحرفه يعني هذه الحرفه ديال الشباكيه والورقه ديال البسطيله، يعني الدومين ديال الحلويات كامل، يعني الدومين هذا يعني احنا شديناه ابا عن جد الحمد لله. يعني ملي كنا احنا صغار كنا كنقراو، يعني مثلا كيوصل مثلا الصيف كتجي كتعلم كتجي كتدوز ديك 3 شهور ديال العطله يعني كتشوف الدومين وكتعلم، ومن ديما يعني وقت ما تجي العطله كتجي ما كتضيعش الوقت. وهذا الشيء اللي بغينا كاع الشباب يديروا، كاع اللي عنده شي يعني شي واحد عباه في شي دومين يعني خاص ضروري يجرب معاه ولادو باش يتعلموا، حتى لا ما توفقوش في الدراسه يتوفقوا في الحرفه. الحمد لله انا كنت يعني من التلاميذ يعني اللي كيواظبوا على الدراسه، يعني كنت الحمد لله ديما كان يعني بنادم كيقرا كيدخل ما كاين لا شغب لا والو، فهمتي الانضباط الكامل. وحتى داك الشيء في الجاف في السنوات ديال الثانوي ملي خديت البكالوريا في 2012، والحمد لله بديت توفقت في, 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 في الكليه انضباط الحمد لله، وباقي الحمد لله كنطمحوا نديروا الماستر والدكتوراه ان شاء الله، لما لا؟ في الاول كنت غندير التاريخ، ولكن بعد ما شفت يعني بعض الافاق، يعني درت القانون على حساب الافاق، يعني فيه الافاق بزاف، يعني افاق في القضاء في النيابه العامه، يعني كتابات الضبط ولا المفوضيه ديال القضائيين ولا الامن، يعني هذا الشيء علاش درت القانون، لانه هو متشعب عدة شعب، يعني متفرع، يعني هو شامل، كتقرا فيه مجموعة من المواد اللي شاملة زعما. نهيت الدراسة ديالي ودوزت مباريات ما توفقتش فيهم، لهذا صافي تلاحيت للدومين ديال الحلويات، ما بقيتش فيه. والحمد لله راه بخير وعلى خير الحمد لله. كنطمح ندير شي مشروع ديالي خاص إن شاء الله. فيما يخص مثلا طالب جامعي، هذوك مثلا باك انا ما كنتفقش مع شي طلبه يعني كيقراو حتى كيكملوا مثلا القرايه ديالهم ولا كياخذوا دبلومات عليا. انا كنعرف الناس عندهم يعني دكاتره، يعني عندهم ناقشوا الدكتوراه ديالهم. باقي كاين شحال من واحد كنعرفه انا كيبيع الديسير، شحال من واحد يعني شوف، يعني الراجل فين ما مشى كيخدم، يعني فين ما كان الربح مزيان اي دومين. فيما يخص انا الحمد لله يعني ما عنديش ذاك العائق بان زعما قريت ما نخدمش في اي حاجه، لا بالعكس، يعني احنا خاص الانسان تكون عنده واحد الفكره ديال انه كيقرا ماشي باش يخدم، خاصك تقرا اولا باش تنور العقل هو الاول، بعدا كتنور يعني باش يكون عندك لغه. كاين واحد النسبه كتقرا نيت باش تحسن الوضعيه ديالها الاجتماعيه والاقتصاديه، ولكن راك عارف دابا في المغرب يعني الاوضاع شويه ما كيسمحش ان كلشي اللي قرا غادي يخدم مع الدوله. فالحمد لله احنا يعني الانسان كيقرا باش اولا بعدا يكون عندك رصيد معرفي وثقافي وتعرف على الثقافات الاخرين، ويعني واكتساب اللغات باش انك يعني يكون عندك واحد الرصيد لغوي ومعرفي باش تواصل مع الناس، وباش يعني حتى البيزنس البيع والشراء دابا حاليا كيبغيك انك تكون يعني ملم باللغات ومهم بزاف ديال الحوايج. وكما شرط يعني حتى مثلا الا سافرتي على برا مثلا ولا سميتو، يعني ضروري تكون عندك لغه، وكنقراو باش خاصك تقرا باش تنور، يعني ماشي دير ديك الفكره ديال انه تقرا باش انك تخدم، الا عولتي الا تخدم راه بقيتي تما ان شاء الله. باقي كنطمح ان شاء الله هذا العام ان شاء الله ندير الماستر وندير الدكتوراه ديالي ان شاء الله، ضروري يعني حلم هذا حلم زعما درتو بين عيني ان شاء الله. الدكتوره خاصني نناقشها ضروري. ما يخص التحول ديالي انك زعما يعني الانسان ما خاصوش يدي على هضره ديال الناس الاولى، انا ما كنديهاش في حتى واحد، يعني خاصك تكون كد يعني واحد الانسان كيشوف راسه شنو يساوي عند راسه، فهمتي؟ ما يعني ما تشوفش الناس غيقول لك لا قرا تاعيا ولا كاين، هذا الشيء المجتمع ما كيرحمش،
ولكن انا من دوك الشخصيات اللي الحمد لله قويين. انا اكتسبت واحد الشخصيه قويه، انا ما كيهمنيش شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى والوالدين. والحمد لله انا فخور بهذا الدومين، هذا فخور به، فخور بهذا الدومين ديال الحلويات. هو اللي دار لينا هذا الدومين، هو اللي يعني هو فاش كنصور طرف ديال الخبز حلال الحمد لله. هو ان شاء الله باش غادي نكمل ان شاء الله، وباش غندير بزاف ديال الحوايج. رسالتي للشباب دابا الحالي رساله، انه خاصو يهتم اول حاجه بالدراسه ديالو، اول حاجه بعدا هي الاولى، اول حاجه يهتم بالصلاه بعدا هي الاول، الدين يلتزم بالدين هو الاول، عاد يلتزم بالدراسه، طاعه الوالدين فهمتي، والاحترام والاخلاق، ويبعد على المخدرات وممارسه الرياضه. كنصح الشباب بممارسه الرياضه وابتعاد عن الشارع. وكان بارك هذا الحمد لله جيتوا عندنا نوصلوا هذه الرساله هذه في هذا الشهر الكريم، في هذا يعني شهر مغفره وشهر التواب. كنقول رمضان مبارك للشعب المغربي قاطبه، وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس، الله ينصره، الله ينصر الاسره العلويه كامله، وتحيه للمغاربه فيما كانوا في جميع انحاء العالم سواء خارج الوطن او داخل المغرب.